النشرة من مدينة أصيلة بشذرة من فن المديح والسماع الصوفي من خلال حفل أحيته مجموعة الهدى في إطار فعالية الموسم النسائي الثقافي والفني للمدينة. يوسف زايد، عبد العالي عيات. هي ليلة من ليالي مدينة أصيلة التراثية، ليلة أحيتها مجموعة الهدى للمديح والسماع من خلال أمداح نبوية وأناشيد خاصة في مدح خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت كنحيو التراث المغربي اللي فيه فن العمارة، واللي كتجدر الأصول ديالو من الزوايا والأنغام الروحية اللي كتجعل مجموعة الهدى المغربية أنها تشارك بالخصوص في هذا المهرجان باش تبين للجمهور المغربي مدى قيمة هذا الفن اللي كنسميوه حنا الفن الراقي والقيم. الحفل عرف حضورا كثيفا لسكان مدينة أصيلة الذين تجاوبوا مع مختلف الأمداح والأناشيد. يشار إلى أن هذه الليلة تدخل في إطار الأنشطة الموازية المنظمة من طرف الجمعية المغربية للمبدعات المعاصرات في إطار موسمها الفني والثقافي الدولي الثامن بأصيلة.